كل الشاشة. هسه بنشرح لكم على تشارت اليوم، على تشارت. تشارت هو تمثيل رسومي للبيانات. أحيانا أنت مثلا عندك أرقام لكن من الصعب مراجعتها واكتشاف العلاقات بيناتها. فتلجأ إلى التعبير الرسومي حتى تعرف هاي العلاقات اللي بين الجداول. فرضا هنا هذا تمثيل بين الأرقام، فرضا هذا تمثيل رسومي للديون يعني المطلوب وللميزانية، الدخل العام. الدخل العام أكثر من المطلوب محليا. فرضا أنت مطلوب منك رواتب، مطلوب منك كذا، مطلوب منك كذا، وعندك دخل معين. فهنا الميزانية مال هاي الدولة ترتبها بحيث يكون الدخل أعلى. هذا الكيرف، هذا الكيرف الأعلى، هذا للدخل القومي incoming، يجي مثلا من النفط، يجي من الضرائب، يجي من كذا. وهذه المصاريف فهنا يسمونها مثلا العجز. من يصمم ميزانية يسوون هاي العجز، يسمون هذا مثلا، هذا العجز. إذا أعلى يعني عندهم عجز، إذا أقل يعني ماكو عجز. هذه تلاحظون البيانات، هذه البيانات مال الإنترنت، استعمال من استعمالات الإنترنت في الأشهر، على طيلة الأشهر. تشوفون مثلا هنا خلي لي هذا ليجند، هو ما يحتاج ليجند لأن كيرف واحد بس، هيك ليجند على مود اللون، لون هذا الكيرف. تقدر أكثر من كيرف في نفس المخطط، هذا مخطط يسمونه مدرج بياني، مخطط بياني. هنا الوحدات من 0 إلى 30، شهر جانوري صارت مثلا 10، شهر فبروري 20، هنا مارش 14، ابريل 30، ماي 18، جون اقل شيء. هسه يقول لك يابا شنو اقل شيء بالسنه؟ تقول له مثلا هذا ديسمبر. شنو اعلى شيء بالسنه؟ يقول له ابريل واكتوبر. هذا كيرف يعني، هذه كيرفات هيجي فنية يسوونها هم يعني. شوفوا هاي باستخدام الأكسل أيضا، هاي تقدر تسويها. هاي مجرد ضايف لها خلفية، هذه خلفية ضاف لها. هذه أنواع من الكيرفات، شارتات. شوف هاي 3 كيرفات على مخطط واحد، مخطط واحد يحط القيم من على الأسفل. هاي بيها 3D نفسها، هاي بس شوية 3D. هذه بالعرض هنا نفسها، سواها بالعرض نفسها، هي هذا الكير نفسه بالعرض هنا سواها دوائر، نفسه سواها دوائر. هذه أشرطة، هذه شوف شلون هم وزعها على لاين. هذه هنا يخلي ترند لاين أو أي شيء أو إشارات. هذه كيرفين بينات المساحة. هذه صعودا ونزولا بالبيانات، هذه عدة كيرفات بس بيانات من تأثيرات فنية. هذه نفس الشيء، هذه هنا يستخدمونها بالبورصة مثلا، مثلا على أيام الأسبوع شقد صعد الدولار، مثلا مستوى الدولار هنا مثلا 145، هنا 144، مثلا 149، 148، بس يخلي لي مدى يعني. هيك افتتحت البورصة مثلا 43.5، واختتمت 45.5، متوسط مالتهن 44.5 مثلا. هذه هيك، هذه معناها هاي المدى اللي بيناتهن، احصائيات يعني. احيانا من نفس القيمه، نفس مثلا السبت 145، لكن مثلا ادنى مستوى كذا وعلى مستوى كذا. هذه عده كيرفات. هاي مثلا شوف شركه ناسداك كومبوزيت اندكس، هذه مثلا اصداراتها بالعراق مثلا، تسويقاتها العراق 1999 كان كذا، زادت بال 2000، صعدت بال 2001، 2002 صعدت، ب 2003 نزلت بسبب مثلا على العدوان والاحتلال، 2004 صارت هيك، 2005 هيك. هذه كيرفات متنوعة.
كيرفات متنوعه، اشياء فنيه. هي المهم يكون واضح يعني هسه مثل هذه، يعني شو اسوي باللون الوردي وهاي البيانات هذه هنا حديقه مثلا، المهم شيء واضح يعني. هذه ايضا كيرفات 3D، هاي زياده هاي زياده، فيصل يشوف يعطيها لون كل واحد. هذه الكيرف خطي، كلها هاي نقدر نسويها، كلها هاي نقدر نسويها بالاكسل. هذا كيرف مثلا يقارن بين الدخل، متوسط دخل الفرد في السنة، وهاي أسعار العقارات في 71 كانت عقارات مسجلة، دخل الفرد ما مسجل، ماكو بيانات عليه، فتبدي بياناتهم منه إلى بأس شغلات ما يخالف، بحيث يقدر يخمن الآخر يعني. لا زال دخل الفرد مثلا هنا أكثر من سعر العقار، دخل الفرد السنوي يقدر الإنسان يشتري مثلا كذا. هنا صارت حرجة، ينزل ويصعد، هنا بدأ صار أقل من سعر العقارات، العقارات بدأت تزيد. العقارات ما بيها نماء ذاتي لنفسها يعني، لكن أحيانا يلاحظون دخل الفرد، دخل الفرد ويزيدون. مثلا مثال مثلا البرتقال، برتقال كيلو يوصل استيراده ب 750 تكلفته، 750 هم يبيعونه 1500، وكان المفروض يبيعونه مثلا 1000، لكن يبيعونه 1500 ليش؟ المواطن يشتري ب 1500، يعرفون المواطن يشتري. هاي النظارات هاي السود اللي يبيعونها ب 2003 والدرزن مالته ب 12 75 سنت يعني اقل ال 1000 دينار، بس يقول لك المواطن يشتري هاي مال 2003 يشتريها، ماكو داعي ارخصها له. هاي اقلام الجاف مثلا السيت الكامل مثلا 12 قلم كلها بربع، اقلل هذه يجون يبيعون مثلا الوحده بربع، وهكذا. شنو يعتمدون على معايير غير الطلب والشراء وغير التكلفة الفعلية وغير نسبة ثابتة للربح، يعني أنه هذه المواطن يشتريها. شوف هاي ليجند قال لي هذا الخط الأحمر هو كذا تفسيره، الخط الأزرق هو كذا تفسيره، هذه منا على اليسار لأن كيرف إنجليزي اللي على اليسار بالدولار، حاط له إشارة دولار. هذا المحور الأفقي بالسنوات خال الكتابة يعني بالطول، هذه لما ياخذها نسبه مئويه. مثلا عندي سلع، انا ابيع مثلا 6 سلع، هذه 30000، 30000 بعت من عندها يعني هذا الشهر، وهذه 12000 الازرق تشوفون، هاي 23000. شنو يجمعها كلها ويسويها دائره باي ويقسمها، هاي تفيد بالميزانيات مثلا قد نسبه النفط من نسبه الكذا من نسبه هذه ثلاث بيانات سويه، هذه للسنوات، هذه أنواع السلع، عندي 4 سلع، وهذه القيمة مالتها المقدارية. هذه إجمالي ما بها أرقام، مجرد منظر يعني يشير إلى زيادة. هذه كيرفات أيضا هاي الدائرية شلون، هذه أنواع من كيرفات أخرى أيضا، هذه تلاحظوا هاي كيرف هاي الأيام، أيام من الأشهر، وهاي نسبة مئوية ماركت شير أو فيكلي سيرش اللي بيحتون عن هذه. المفروض الأشهر بالأسفل إيش هو عادة الكيرف علميا يخلون الشيء الذي يعتمد عليه في الأسفل، والشيء المتغير حسب ذاك الشيء على اليسار، إذا عربي على اليمين. ليش يخلونه بالأسفل؟ لأن هو يعتمد عليه، فيرس كذا قيمة فيرس تايم مثلا، لذلك الزمن يكون دائما أسفل بصفته خلفية كونية ثابتة يعني. شوفوا هسه مثلا كله يشتق بالنسبة للزمن، السرعة مثلا دي اكس اوفر دي تي، دي اس اوفر دي تي، لكن ماكو دي تي اوفر اني شيء اوفر اي شيء اخر يعني، ماكو تغير لاي. نعم انه تتغير حسب الكتلة بحسب النظرية النسبية، لكن انه هذا فلسفتهم انه تصير كل شيء مع الزمن. هذه توزيع البيانات على خارطه، يعني البيانات مو اسويها شارت محور افقي ومحور عمودي، لا خارطه واخلي الوان تشير الى القيم. مثلا هذه مال صحيفه الواشنطن بوست، خريطه الالحاد بالعالم، فيسوي تدرج لوني
على الزيادة يعني، ويقدر يختار اللون في مكان، لكن لا خلى بيئة تدرج لوني حتى تلاحظ الزيادة بعينك، تلاحظ الزيادة بدل ما يعطيك أرقام. نجي هنا 0 إلى 4 نسبة الإلحاد في العالم. هنا عندي هذه، عندي هاي نيجيريا، هاي العراق، هاي تركيا، هاي الهند. شوفوا هذه نسبة الإلحاد، كينيا نسبة الإلحاد جنوب أفريقيا 0 إلى 4%. خمسة إلى 9% نسبة الإلحاد في الولايات المتحدة، في روسيا، في السعودية، جنوب السودان على أساس فصلوها عن السودان لأنها مسيحية، هذه الأرجنتين وهكذا. 10 إلى 19% نسبة الإلحاد. شوفوا أعلى نسبة الإلحاد مثلا 40 إلى 49 بالصين، هنا اليابان 30 إلى 39، نفس الشيء هنا النمسا يمكن. هذه فرنسا ايش قد نسبة الإلحاد؟ 20 إلى 29 وهكذا. هاي الرصاصي بيانات غير مسجلة. استراليا هاي هم نفس الشيء وهكذا. هاي توزع البيانات على هاي همينة ممكن بالأكسل، هذه همينة مخططات، همينة مدرجات اثنين. هذه توزيع السكان في العالم، الداكنة كثافة سكان أزيد، الصين، الهند، الولايات المتحدة، البرازيل، روسيا، بلدان كثافتها سكانية قليلة تصير أفتح لونا. هاي بيانات غير مسجلة، القارة القطبية الجنوبية. هذه هنا بيانات ثلاثية، مثلا عندي هاي مناطق معينة، مناطق معينة، منطقة سكنية معينة، هذه مثلا منطقة يعني شعبية معينة، وهاي ألعاب دولز. الدولز هنا 3 قيم لها، القيمة الأولى بالمنطقة الأولى هذه 400 ومثلا تقريبا 2200 2500 تقريبا. هذه في هاي المنطقة الثانية أحمر، شوفوا هذا اللي جند اللوني الأحمر هنا 2600 مثلا، هذا الأخضر 2400. تجي هاي اللعبة الثانية تراك المسارات سباقات، هاي بالمنطقة الأولى تقريبا 2000، هاي الأرقام هي جوا 2030. بالمنطقة الثانية 2100، بالمنطقة الثالثة زادت هاي 2800 مثلا 700. هذا البصل في المنطقة الأولى هو 1900، المنطقة الثانية 2700، المنطقة الثالثة 2800 مثلا. هذه تشارت ثلاثي الأبعاد، سوى خلفية أسود مالته صعب تيجي. لاحظوا هسه نبدي برنامج الأكسل. نجي هنا إلى نشرح شلون نسوي تشارت.
العفو دكتور، بس ترى الصوت ماكو انقطع. انقطع، يلا نبهوني، رأسا نبهوني. هل هاي دكتور هسه شوفوها تمام، سائل البيانات، اي قص صار له صوت مقطوع. صار له حوالي بال5 دقائق. اوه هاي هذه، يلا على كل حال احنا راح نسوي مثل هذا الشارت. هذا الشارت مسوينا سابقا، وهذا شارت صورة اللي شفناها قبل شوية. هذا شارت راح نسوي مثله هسه، بس قلت له دراج شارت منه، هذا الشارت ظللت البيانات، دراج شارت نزل لي هذا. هسه راح اعدل، راح اعدل بي مثلا خيارات. شوف هنا خيارات عندي، هاي هنا المحاور، سوي لي محاور، خيارات المحاور، افقي، عمودي، مزيد من الخيارات. هذه نقدر نخلي هنا شنو مثلا، المحاور تعبئة، خط بلا خط، لا خط متصل نقله. هذه بنسوي شوية تخين، هذه نسوي نزيده واحد، نسوي خط متصل. هذه هاي خط متصل، تنسيق منطقة المخطط، هاي واحد، هاي خط متصل هذا. بعدك خيارات عندي شنو، تسمية البيانات، جدول البيانات، جوا نقدر نخليه، لا أشرطة الخطأ، لا خطوط الشبكة، خطوط الشبكة هاي أفقية صحيح، وسيلة إيضاح، هاي وسيلة إيضاح، خلاها لي هاي الجهة، لا أقلل الأسفل اللي جوا مثل هذه، وسيلة إيضاح أسفل. وسيلة إيضاح، خلنا نشوف هذه الأشرطة، أريد أسويها مثل هاي الأشرطة، اسحبها هاي شي حتى تشوفونها، أريد أسويها مثل هاي الأشرطة. خيارات السلسلة، شنو الخيارات السلسلة؟ عرض التباعد، تباعد بيناتهن، تباعد بيناتهن راح أقلله حتى يصير واحد ويا الثاني قريب الثاني، أقلله مثل هاي. هاي زين، هسه احتاج الاطار، الظل، الحواف، حواف الناعمه، لا تنسيق ثلاث الابعاد، ما احتاج التعبئه. تعبئه شنو التعبئه؟ تعبئه خالص، لون خالص ازرق، شفافيه راح اخفف شف اللون، اسويه شفاف، خففت شفافيته مثل هذا، اوه شفاف جدا صار. عندي بعد شنو هاي التعبئه، عندي الحدود، خط متصل، خط متصل سخنة شوية، هذا أم أزرق سويت صار مثله. هذه طبعا شنو، تقدر أنه تغير الألوان مالتك، هواي أنواع تقدر تسويها. جاهز؟ هذا نمط جاهز، كنترول زد ما نحتاجه. هاي تقدر تصفية بيانات، شوف تحذف مثلا جانوري، جانوري حذفت، شوف هاي يحذف، يأشر لي لعشرة، سوي تطبيق يحذف لهذا. على كل حال هذه عندي، هذه المنطقة شوف هسه، هاي المنطقة بالأبيض شو يسمونها، ناحية الرسم، هاي ناحية التخطيط، ككل هاي بالأزرق ناحية التخطيط، منطقة شوف هاي تنسيق منطقة المخطط، تعبئة، التعبئة راح أسويها متدرجة، متدرجة متدرجة، تدرجات معينة مسبقا، خطي، النوع خطي، الاتجاه شنو الاتجاه، الاتجاه من اليمين إلى اليسار، هذا وهاي الألوان اللي مختارها، زاوية 0 الألوان، يلا خلي هذا اللون ما يخالف. يعني هسه اسوي ناحية الرسم، هاي ناحية الرسم، تنسيق منطقة الرسم، هاي منطقة الرسم، تعبئة خالصة، تعبئة خالصة، شنو اللون؟ ابيض،
أبيض أسوي الحدود، هاي هنا الحدود، خط متصل أريد أحدده، خط متصل هذا لونه، هذا ثخنه، خط متصل، هذه تنسيق وسيلة الإيضاح، بلا حدود، لا حدود موجودة، هاي الحدود، خط متصل، خط متصل، تعبئة، تعبئة خالصة باللون الأبيض، تعبئة خالصة باللون الأبيض. هنا أقدر أعدلها تصير مثل هاي، شوفوا هاي خطوط الشبكة، تقدر هم تسويها تخينة، هاي خطوط الشبكة، شوف نقرت على تنسيق خطوط الشبكة، همين خط متصل، ثخنة، ثخنة شوية، واحد، وهكذا صار هذا الشكل يشبه هذا الويب شارت، لونه أسود، أقدر أسوي منه أسوي أبيض. ويب شارت انفورميشن سامبل، سويت شارت يشبه هذا الشارت، واضح؟ واضح اخوان؟ هذه مسوينا احنا على ورقة نيه، ورقة نيه، ورقة 3. خلنا نشوف شنو بعد عندي، عندي هذا الجدول هم سويته، هذا هيج، هذه يشبه هذا الكيرف اللي سويناه، وهذا كيرفنا سويناه نفسها، هاي بيانات حذفت هذا الشارت، راح ابدي اسوي هاي المنطقة. شوف عندي ريجن 1 نجف بابل ديوانية، هاي اللعبة الأولى، اللعبة الأولى بالنجف ايش قد مبيعاتها؟ الدولز كذا، قد مبيعات بالمنطقة الثانية؟ 2640، قد مبيعاتها؟ تفهمون هاي البيانات شلون اخوان؟ اريدكم تشوفون هذا الشارت، تفهمونه؟ هذا الشارت راح اعرضه لكم، هذا الشارت هنا، تفهمون هذا شلون؟ وياي دكتور بس بلا زحمه ولو اسوي زحمه عليك، انا دخلت متاخر بيها مجال، تعيد لي سريع كلش، بس تعيد لي اياها سريع. شو اعيد لك؟ شنو اللي تريد اعيده؟ مالت الجدول، الجدول هذا بس شلون انشاء الجدول على السريع؟ انشاء جدول هسه راح ننشئ جدول مثل هذا، هاي صوره جاهزه، هذا اكو كيرف استخلصنا منه بيانات، حتى شنو احيانا اجيب سؤال، اجيب لهم كيرف اقول لهم طلع لي البيانات رجع جدول اللي بالورق، مو ما اقدر استخدم حاسب بالورق، فاقول له اجيب له الشارت واقول له استرجع لي البيانات. هسه هذه، نعم. هذا الشارت من تشوفه شو تلاحظه؟ انتم عندكم شارتات مال كونكريت؟ عندكم لو ما عندكم؟ عندكم درس كونكريت؟ شلون؟ ماكو صوت؟ لا دكتور مرحلة أولى ماكو شارتات، ماكو درس؟ تربة عندكم؟ تربة درس تربة؟ لا 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 دكتور، بالثانية بالثانية. شنو الموضوع اللي عندكم شارت بيه؟ يعني ما عندنا احنا. على كل حال الشارت هو بيانات، هسه مثلا بيانات تحس بيها التغير بالعلاقه، لان مو الطفل كل ما يمشي بالسنين يزداد الوزن، يرسمون له شارت هيك، يعني مثلا موجود هاي التعامل بالشارتات بالهذه، زياده اسعار النفط مثلا يشوفونه كذا كذا. على كل حال اخذنا فكره عنه بالبدايه مال المحاضره، ومسجله المحاضره مالت الصباحي مسجله. فهذه عندي ثلاثة أشرطة تعبر عن البيانات، هاي دولز، شوف حاجزها هنا دولز، لعبة اسمها دولز، قد بالمنطقة الأولى سميناها النجف مثلا 2478، قد بالمنطقة الثانية 2600 وكذا، شوف هاي زادت الأحمر، الأحمر يعني أقدر أشوف مثلا هاي المنطقة شنو أكثر لعبة تصرف عندهم، هاي المنطقة شنو أكثر لعبة تصرف، شنو هذا الجدول جوه نقلته هنا بس بطريقة معينة. شوف ريجنز نجف بابل ديوانية، هاي اللعبة دولز، دولز بالنجف، شوف هسه هذه قبال، هسه الجدول مالتكم كان مال جدول الدروس، هذه مثلا بالنجف هنا تسقط منها دولز، ايش قد مثلا ديوانية لعبة تراك ايش قد مبيعاتها؟ 2790. هسه راح اسوي جدول، جدول أشرطة، هذه أشرطة، هذه
صار قاعد جاهز، شوف قد يخدمنا هنا جاهز. يعني بعد شنو الخيارات؟ هاي الخيارات أريد أخلي هذا المحور، هذا المحور جوه، محور جوه تنسيق المحور، هذا المحور الخط مالته أقدر أسوي تخين. نوع المحور شنو؟ محور ناس، محور تاريخ، لا تلقائي. التعبئة ما أحتاج تعبئة، خط حريد الخط مالته، خط متصل، خط متصل راح أسوي أبيض اللون مالته، راح أسوي أصفر حتى تشوفونه، وثخين أسوي الخط مالته. هذه راح أسوي القياس مالته، البيانات مالته. شوف هذا يلتقي، يلتقي، شوف يلتقي مع المحور العمودي، هذا المحور العمودي وين؟ عند الرقم أول لو عند آخر شيء أقدر أخليه عند آخر شيء، عند الفئة رقم واحد لا، أقول له عند الفئة القصوى اللي هنا يرتبط آخر واحد بعد البزل، لا تلقائي، ألا تلقائي. الفئات في ترتيب عكسي أقدر أسويها، فئات في ترتيب عكسي دولز كذا. شنو قصده في ترتيب عكسي؟ يعني أخلي يرتبط هذا بالبداية، يرتبط بالبداية. هذا كل 500 500 أقدر هذا المحور هم أنسقه، خط مالته سوي ثخين، تعبئة خالصة، خط متصل، خط متصل، المحور مالته راح يرسم لي خط هنا. الأرقام، القيم مال الأرقام، كل 1500 كل 1500 الرقم أقدر أخليه أغير. المهم ارتباطات المصدر، هو ارتباط المصدر. إذا سوي جدول بيانات جوا في الأسفل، جدول بيانات هذا في الأسفل، هاي ناحية الرسم غيرها، تنسيق منطقة الرسم، الحدود خط متصل، خط متصل أسوي، لا أسوي رصاصي، رصاصي هيك، وثخين هذا ثخين. تعبئة، شنو تعبئة مالتها؟ سويها تعبئة متدرجة، تعبئة خالصة، تعبئة خالصة. شنو اللون؟ اللون راح أسوي هذا رصاص. خطوط الشبكة بدال ما أبيض راح أغير خط متصل، أسوي مثلا أثخن شوية، هاي هيك، أسوي له ظل، ماكو داعي، ماكو داعي. هسه هاي ناحية الرسم، ناحية الرسم أم تنسيق منطقة الرسم، هاي هنا يطلع لي تعبئة، تعبئة خالصة. شنو اللون؟ لون أسود، هذا أسود بس هو غير الأرقام لا غير شيء. شوفوا هسه هذه الأرقام، الأرقام منها أقدر أغيرها، هذه الرقم عام على كل حال، خط فونت منا أغيره، لون الخط شنو لون الخط؟ هون سوي تلقائي رصاصي، سوي أبيض، أبيض وسوي بولد، نمط الخط أقدر أكبره، حجم، الحجم 9.5 مثلا عادي، لا أغامق مثلا، سويته هيك. هذا الجدول هم نفس الشيء، انواع اقدر اقرا عليه باليمين، نسق الخط مالته، اكبره واسوي غامق واسوي ابيض، موافق صار هيك الجدول. اذني الاشرطه، هاي الشريط هذا هم انا اسوي له تعبئه، تعبئه متدرجه، تعبئه أشكال أسويها، هذه تدرج مو خطي، أسوي مثلا هذا من الأسفل إلى الأعلى، هذا هيك يصير فرضا، وبي شوية ثلاثي الأبعاد، تعبئة، هاي الحدود على كل حال، هاي منا تنسيق ثلاثي الأبعاد، وليكن هيك أسوي.
ستة نقطة، تقللها طبعا، تقدر تقللها حتى يصير شبه هذه. هذه نفس الشيء، تنسيق ثلاثي الأبعاد، أما أنا تقدر تختار هذا، قللها، هاي نفس الشيء، هاي وهكذا. تويت هذا عنوان المخطط، أما أحرره إلى هذا توي تيلز، سويت هذا الجدول نفس هذا الجدول. هذا اللي جند ما أحتاجها، اللي جولين عندي جدول وسيلة الإيضاح، أشيل هاي وسيلة الإيضاح صارت. لاحظوا واضح، واضح إخوان، واضح من حيث التطبيق، بس أنت رادك تطبق بيدك حتى شنو، حتى تصير مهارة عندك، حتى تصير مهارة عندك الجدول. هذه هنا لما أريد أوزع مثلا شيء وفي نظر الاعتبار كنسبة مئوية منها، مثلا عندي صادرات. عفوا دكتور، هسه إذا أطبق أنا يكون عندي بيانات، أجي على البيانات أأشرها مثل ما قلت أنت، والدورة أروح على إنشاء نعم. الجدول وأنشئ الجدول، مو بهالصورة هذه؟ إي نعم إي. يعني شوف هسه هاي بيانات، منين اجيب هاي البيانات؟ انا كرئيس دولة بدي اسوي مثلا اشوف قد نسبة البلد مالتي، شوف النفط مثلا 42%، 42 45 25 ضرائب، الغاز 12، الزراعة 3%، هذه اظللها واسوي لي كيرف ادراج، همينة شارت، هو شارت هذا دائري، شوف انواع دائري من هذا النوع، هيك قسمها إلي، هاي احنا قسمها إلي، هاي خيارات اريد البيانات، تسميات توضيحية، هنا تكتب لي القيم، تسميات توضيحية، بس هاي هنا تقدر تخلي التسميات توضيحية هنا فوق خيارات اللي هنا، هاي منها او كل الجدول هذا وسيلة ايضاح، تسميات البيانات اللي فوقها، شوف تسميات البيانات شنو خياراتها، تريدها فوقها وسط نهاية داخلية، شوف التعامل وياه مو صعب، التعامل وياه مو صعب، حتى تقدر بالتجربة يعني تدوس هاي الدقمة تشوف شنو كذا وتعرف المصطلح، راح تصير المسألة سهلة يعني، والأكسل هي جدا مهم إلك يعني، حتى لبعض الكتاب أحيانا اللي يسوي بيانات، يعني أعرف أحد الفقهاء كانت تكون مقولة لأنه الفجر يطول بطول الليل، فجر يطول بطول الليل، فجر اللي هو بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقت الفجر يطول بطول الليل، سوى أخذ جدول قال طول الليل وحسب أيضا على مناطق متفرقة كل 15 يوم طول الفجر، وخلى كيرف بيناتهم، رسم كيرف تبين أنه لا الفجر يكون أطول شيء بالصيف وبالشتاء، وأقصر شيء بالربيع وبالخريف، فنقض مقولة أنه يجي شوفوا، فيسوى كير تصور الحالة، أثبتها للآخرين يعني، تشوفون شلون هاي البيانات تقدر تخليها نفسها هنا، طب ما تقدر تباوح، شوفوا هسه بدي أسوي لي خريطة مال توزيع سكاني، توزيع سكاني، هذه خريطة مال توزيع سكاني حسب الكثافة، جبت هاي البيانات، هاي البيانات منين جبتها؟ اجيبها من الويكيبيديا population countries، ليش من الويكيبيديا؟ البيانات موجودة ولين اسماء الدول صحيحة، لو ما سويت اسماء ما يلقاها على الخارطة، ما يلقاها على الخارطة، فهسه لما ادورها مثلا هنا اجي لهنا ويكيبيديا population world population population ويكيبيديا، ويكيبيديا هذه world population ويكيبيديا، تعداد السكان في العالم، هسه تجي اسماء الدول هذه مثلا، شوفوا هاي اسماء الدول، اسماء الدول هاي تشاينا، انديا كذا، شوف هاي اسماء الدول تستنسخها منا هالجدول، تهذبه هات شمرة هناك population 2020، هاي
هذه ألوان سيدو كلر، ألوان افتراضية يعني، مو متدرجة. مرات التدرج يدلك، هاي هذه أبوف المليار، هاي الأزرق، هذا أبوف 25 رير، هذا الأخضر وهكذا. هاي الخريطة مع البوبوليشن مالها، راح نسوي مثلها، نقلنا البيانات الدولة يعني، هذا جدول أظلله ونقله، نقلته للأكسل، هاي هنا صار. راح أظلل ذني العمودين وأقول له إدراج خرائط، يعني معلومات على الخرائط، خريطة العالم، شوف وزعها لي هاي هنا، وزعها حسب العالم، سوى لي هذا ليجند مال الألوان، شوف هذه الألوان مالتي كلها، هذه الألوان. عندي بعد خيارات، عندي بعد خيارات شنو، مثلا هاي الخريطة، شوف هاي توقف على واحدة منهم، تنسيق نقطة البيانات هنا، تقدر تغير اللون، تقدر تغير اللون حسب الله. هاي هنا تنسيق منطقة الرسم. على كل حال هذا شنو تلقائيا طللها. بعد إدراج نفسها خريطة بيانات، مزيد من المخططات والخرائط، أنواعكم من الخرائط تقدر تنزل. فرضا هاي موافق، عندك أنواع تغير منها، تسويها بهذا الشكل، تقدر تسويها بهذا الشكل، تقدر هيج حدود يعني، وتوزع هاي الرسم. هنا أكو خيارات تسميات توضيحية مع كل بلد، تخلي الرقم هنا وسيلة إيضاح، وسيلة إيضاح هاي هنا، وسيلة إيضاح شنو أنواع خيارات وسائل الإيضاح، أريدها أسفل، أريدها إلى اليسار، إلى اليسار وسيلة إيضاح مالتي، خيارات وسيلة الإيضاح، الألوان، تعبئة، على كلها. هذه وزعتها هنا. طبعا أكو هذه للدول، تقدر تسوي للمدن تسميات توضيحية، تقدر تسمية البيانات، عنوان المخطط، تقدر تسوي وسيلة إيضاح، هنا وسيلة إيضاح هذه على أسفل. على كل حال تغيير الألوان، خلي هذا النمط من الألوان، هاي خريطتنا اللي سويناها. تغيير نوع المخطط، تغيير الألوان، تخطيط سريع، هذه على كل حال هاي أنماط جاهزة، هذه أنماط المخططات. هسه احنا نقدر نسوي، بس نضيف ورقة بعد، راح نسوي للمدن راج، هاي خرائط، خريطة ثلاثية الأبعاد نفسها هذه، تقدر شنو هاي البيانات تسويها على خريطة ثلاثية الأبعاد. بس شوي حمل يحتاج، لا مرجع غير صالح. كنتريز ثلاثة أبعاد، يمكن أبعاد جغرافية تحتاج. هنا خلى لي نقاط على البلدان، على مدى القيم، إضافة حقل countries، لا تريد تضيف حقل، إضافة حقول للموقع countries، اسمه ضيفه النطاق مالتك، شوفها هاي، تريد تفر الأرض، فر الأرض هيج، كبر صغر،
هاي العراق، تقدر شنو تشغيل جولة، سجل جولة منها، سجل هذه ما مسجل جولة، تقدر تسجل لإنشاء فيديو خطوات، هاي جولة واحد، هاي بعد هذا أيضا مشهد جديد، هذا مشهد جديد، مشهد اثنين، هذه مشهد ثلاثة، هاي تروح لهنا مشهد جديد سجلت، تروح لهنا ترالي مشهد جديد، هو كامل ما بيناته، فعلنا المحيط الهادي مشهد جديد، تر لهنا مشهد جديد، هم تجلس لقطة بس تشغيل الجولة. بس المفروض يتحرك بس تقيلة قد يكون هاي يحتاج. شوف تحركت. فالأرض راح يروح حسب المشاهد يكامل ما بين المشاهد. هذه منها. على كل حال هذه إنشاء فيديو، سوى فيديو للجولة هاي مالتي ما بينات، تعرض عالية الجودة، اللوحي التصدير السريع والمحمول، حتى تقدر تسجل صوت بيها، هذا MP4 فيديو سجلناه هنا، وكأنه معلومات على خارطة تصير. هذا الأكسل قاعد يطورون إمكانياته بشكل كبير، يعني يقدر يستخدمها المدون، يقدر يستخدمها أي شيء. راح ننتظر ثواني. هذه المشاهد أيضا موجود بالأوتوكاد، تقدر تسجل مشاهد وتقدر تسوي حركة ما بين المشاهد عندكم يعني، بس شنو هو 3D، لازم تطورون بال 3D شوية. جيد ام بي 3 كان سابقا يستخدمون اي في اي ثقيل، هذا ام بي جي مختصر يعني. طبعا تقدر تسوي هاي الخريطة على المدن مو على العالم، مش الخريطة التوزيع السكاني، تقدر على مدينة واحدة تقدر توزع البيانات، لا تقدر تسوي احصائيات مثلا على كورونا، تقدر تسوي احصائيات سكانية، احصائيات على الانتخابات، تستخدم خارطة وشي لطيف وحلو يعني، يستخدمونها المؤلفين يحتاجونها. كانت هذه موجودة في الأكسل 97 97، لكن شنو تحتاج على الإنترنت ارتباط، تحتاج نسخة أصلية، يلا كانت محذوفة من هاي النسخة الكراكت، بس أصبحت لها موجودة متوفرة يعني وهي النسخة الأصلية. طبعا هو تاخذون ارتباط على الانترنت. تأخر علي شوية. مكتملة، فتح حالية اي ميديا بلاير او اي مال. هذه هنا تلاحظون هيك شيء، هاي وكأنه الارض، هذه المشهد الاول، يظهر لازم نحركه او اي شيء اخر، ما عندي خبرة كثيرة بيه. شوفوا هسه تحركت الارض، حركت هسه بعدها ماكو مشهد، شوية تحريك باليد يسجل مشهد. شوفوا تحرك، انتقلنا لاستراليا، وقفنا هنا ويحسب لي ثواني يظهر على الوقفة. أنا المحيط الهادي لك إلى آخره، اسكيب، نغلق. هذه هنا تسميات الخرائط يضيفها هنا، لاحظوا كبر تكبر، تسميات بالعربي هاي همينة، هاي المدن، خريطة مسطحة تقدر ترجعها خريطة مسطحة.
خريطة مسطح مو 3D. بحث عن موقع تقدر تبحث هنا مثلا. الحمد لله رب العالمين. مثلا انديا. بحث. هاي انديا، هاي الهند. خلها قدامي. مناطق مخصصة تقدر تخلي منطقة مخصصة واستيراد مجموعة مخصصة إلى آخره. هاي بيانات وزعناها على الخارطة، عوامل التصفية، خيارات، اللون كذا. على كل حال هذه شلون نسوي خارطة إنشاء فيديو التقاط شاشة مشهد جديد. تقدر نسويها نقدر نسويها بعد من ضمن الخيارات إضافة التعليق إزالة التعليق. إلى آخره. هاي هنا إغلاق. نرجع هاي البيانات مالتنا سوينا بها تعداد العالم. راح أسوي خارطة للعراق مثلا سيتيز. سيتيز بغداد، بصرة، نجف مثلا. هنا population مثلا، مو population، مثلا نسبة 19 مثلا 2000، 1500 مثلا، 1000. هاي أسوي خارطة 3D، خارطة 3D. أختار، شوف هاي بالعراق، شيء بسيط جدا. هاي بالعراق موافق. سويت خارطة محلية. هذه البصرة، العراق، مصر. روها خلى لي ليجند لوني مايز. طبعا شوفوا هسه هذا النجف لما تصير 5000 مثلا صارت اكثر لونا، صار تدرج لوني هيك. هذه تقدر توزع بعد موصل مثلا، شنو حسب التسمية، بابل مثلا. بابل وليكن 1100. هذه نخليها جدول بيانات من هنا، تصير بيانات مال الجدول. نسحبها شوية، شملت بابل، طلعت بابل هنا بالخريطة. شوف شلون، وهكذا. هذا المخطط خياراته، تقدر تخلي أيضا خيارات المخطط في صفحة جديدة. تقدر تخلي الموضع مالته. شوف هنا تصميم وتنسيق، تنسيقات عليه. شوين تخلي نقل المخطط، وين تنقل تخليه في ورقة جديدة راح يضيف هنا. شوف احنا خلينا عنصر في ورقة 2، راح اخليه ورقة جديدة. صارت هنا هاي ورقة جديدة مخطط كذا. خليت العراق على الجاهز. تقدر تضيف بعد تسميات للبيانات، تسميات البيانات، تخلي الارقام هنا على الخارطة. عنوان التخطيط فوق، وسيلة الايضاح همينا هم بيها خيارات. انسب شيء هو هنا أعلى يسار، خياراتك ووسيلة التوضيح. إطار تسوي لها ظل، حدود، خط متصل تسوي له حدود. عندكم سؤال بعد؟ عندكم سؤال؟ لا لا، شكرا دكتور على شديده. ما عندي سؤال. جيد. أهم شيء بالأسماء الخراط أنها تكون صحيحة. اي صحيحه يوميا، اهلا، صحيحه بحسب الويكيبيديا، هو مرتبطه بالويكيبيديا. طبعا انه تقدر تسوون شنو هنا، خلينا رجعنا الاكسل. تقدر تسوون هذه البيانات او الخارطه اللي تدرجها تطلعها شنو، تغيير نوع المخطط. تقدر تسويها على الخريطه، على العموم على الخريطة مال العالم، يعني صورة وكأنها فضائية.
صورة فضائية. ما على كل حال هذه هنا أنواعها نمط، هذه هنا تسمية توضيحية، أكو هي أكيد بيها يعني موجودة. أريد كل واحد منكم رجاء أن يكتب بالشات، يكتب اسمه حاضر بالشات، يكتب بس حاضر اسمه موجود يعني.